كوكو لي زامي، جيسبر كو فوز علي بيان، اموركم هانيه، تكونوا على خير وبخير. بون بالنسبه اليوم غادي ندير معكم واحد لو كور، نبدا معكم لا بارتي الاولى ديال لو كور ديال مورفو سينتاكس اس 3 بالنسبه للناس اللي دايرين لي زيتود فرونسيز. الناس اللي مازال ما دوزوش المودول خلاو غاتراباج، قلت بوكو با ما نبارطاجيش معكم لو ماكسيموم ديال لي انفورماسيون افان كو فو بويسي تانتوما بريباري فوتر مودول اي تفاليديوه ان شاء الله افيك اون بون نوت. بون اول حاجه هاد لو مودول كنديرو فيه لاناليز ديال لي فراز، ماشي كاع لي فراز، دي فراز سبيسيفيك اللي حنا انا نقولهم لكم وغادي نعطيكم حتى الطريقه باش تاناليزيوهم. المهم هو انكم خاصكم تفهموا لو كور باش تقدروا تاناليزيو اي فراز تحطات قدامكم. فهاد لو كور نبداو باول حاجه نهضروا على لي تيب دو فراز. عندنا دو تيب دو فراز، عندنا اون فراز كونفورم او موديل دو باز، اون فراز نون كونفورم او موديل دو باز. حنا في هاد لو كور هذا ما غنحتاجوش لا فراز كونفورم او موديل دو باز، حنا غناناليزيو لي نون كونفورم او موديل دو باز. كيما كتعرفوا لا فراز عندها ان تيب اي كاتر فورم، يعني كل فراز عندها لو تيب ديالها وعندها لي فورم ديالها. ولكن بيسكو دابا حنا تنقراو في اون يونيفرسيتي، يعني سيكل يونيفرسيتير، ما يمكنناش نهضروا بتيب وبفورم. اول حاجه غنبدلوها هي المصطلحات، يعني غنبقاو تيب تسمعوني كنقولها موداليتي برينسيبال، وفورم هي الموداليتي سيكوندير. مهم هادي غير اون ايدي دو بلوس، زيدوها في راسكم باش ملي نقول موداليتي تعرفوني علاش تنهضر. لي تيب دو فراز راه حنا تنعرفوهم اللي كنا قريناهم كاملين اربعه، ديكلاراتيف انتيروغاتيف اكسكلاماتيف انجونكتيف. و لي فورم اللي هما لي موداليتي سيكوندير او لا موداليتي سيكوندير، عندنا كل فورم عندها لو كونترير ديالها. بحال دابا افيرماتيف لو كونترير ديالها نيجاتيف، اكتيف باسيف، نوتر انفاتيك، و بيرسونيل امبيرسونيل. شنو هي اون فراز كونفورم او موديل دو باز؟ سيتادير ديك لا فراز كتكون ديكلاراتيف افيرماتيف اكتيف نوتر اي بيرسونيل، يعني ما كتكون لا انتروغاتيف لا انجونكتيف لا اكسكلاماتيف لا باسيف لا حتى شي حاجه، يعني كتكون اون فراز ديكلاراتيف بور ديكلاري ولا بور انونسي اون انفورماسيون. صافي هادشي اللي كاين. اكزامبل جو ترافاي شاك جور، هادي اون فراز ديكلاراتيف بيرسونيل نوتر اكتيف و افيرماتيف. سي بون. بالنسبه لشاك فراز كيكون عندها ان سول تيب، سواء كتكون ديكلاراتيف سواء كتكون اكسكلاماتيف سواء كتكون انتيروغاتيف سواء كتكون انجونكتيف، ولكن تيكون عندها لي كاتر فورم. يعني غادي تكون ديكلاراتيف مثلا بحال هاد دوكا، ديكلاراتيف افيرماتيف اكتيف نوتر اي بيرسونيل، يعني الموداليتي برينسيبال تنهضروا على موداليتي وحده، ولكن الموداليتي سيكوندير باردون تنهضروا على لي كات موداليتي. صافي غادي ندوزو دابا لا فراز نون كونفورم او موديل دو باز. اون فراز نون كونفورم او موديل دو باز تتكون اون فراز سوا بار ترانسفورماسيون دي موداليتي، يعني نعطيكم ان اكزامبل، الا قلت لكم جو نو ترافاي با شاك جور، هنا اوتوماتيكمون راه واخا ديكلاراتيف ولات نيجاتيف حيت درت نو با، دونك هادي نون كونفورم او موديل دو باز. بحال دابا ترافاي تو شاك جور، هادي راه ولات انتيروغاتيف، يعني موداليتي برينسيبال ديالها تبدلات، اوتوماتيكمون غادي تكون نون كونفورم او موديل دو باز، يعني سوا بار ترانسفورماسيون ديال موداليتي برينسيبال او لا موداليتي سيكوندير، اوتوماتيكمون تنقولوا بلي الي نون كونفورم او موديل دو باز. بار انشاسمون، شنو هي بار انشاسمون؟ هي لا فراز كومبلكس. شنو هي فراز كومبلكس؟ هي اللي فيها دو اكسيون يعني دو فيرب. اولا بار كونستركسيون بارتيكولير، بار كونستركسيون بارتيكولير باردون كتكون سوا لا فراز انفينيتيف، بحال دابا نو با فومي، هذا هي اكزامبل، راه هادي سي اون فراز انفينيتيف، يعني لو فيرب الي ان ا لانفينيتيف. وملي كنلقاو هاد لو كا هذا ديك لانفينيتيف تما اي سو كومبورت كوم ان، صافي. سوا اون فراز نون فيربال، سي تادير ما تيكونش فيها لو فيرب، كتكون فراز
nominale, ma fihash le verbe. Soit une phrase présentative. Présentative, yani on présente quelque chose. Voici ma chambre, voilà ma voiture, et juste un exemple. Ah ou là, une phrase impersonnelle. Je n'ai une phrase impersonnelle. Une phrase impersonnelle, comment les verbes impersonnels qui connaissent les verbes le météo, il pleut, il neige, ou moins les verbes qui sont réels. D'accord ? هادو بالنسبة لفراز نون كونفورم او موديل دو باس. دابا غادي ندوزو لحاجة واحدة اخرى. علاش نقول لكم هادشي وعلاش درت لكم هاد لا بريزونطاسيون ديال الكور بعدا كيما دارها لنا البروف باش عطانا اون ايدي على لي فراز وعرفنا كي كيقولوا نديتيكتيو لي زيليمون ونديتيكتيو لي زيليمون اسانسييل باش نعرفوا شاك فراز شنو هي، واش الي اكتيف، واش الي باسيف، واش الي نوتر انفاتيك اي تو. المهم انا غنخدم معكم petit à petit comme ça غادي تفهموا. غادي نبداو حيت حنايا في هاد الكور هذا اون اسونسي داناليزي واحد لي فراز سوا انتروغاتيف سوا انجونكتيف نوتر باردون انفاتيك باسيف و نيجاتيف، يعني خمسه. اول حاجه غادي نبداو بها هي لا فراز انتروغاتيف. La modalité interrogative, on a deux types, soit direct, soit indirect. Indirect, je ne sais pas si c'est vrai. Indirect, c'est une interrogation sémantique par, sens, par le sens. Exemple, il nous demande si nous irons au cinéma. C'est-à-dire, c'est une question, mais c'est une question indirecte. Déjà, mais quand on fait la fin de la jumla, un point interrogatif, pour nous savoir, et de toute façon, on peut analyser le type de phrase. فات سمستر هذا حنا كنانليزيو ديريكت اللي كتكون فيها بوين دانتيروغاسيون. الا ما كانتش بوين دانتيروغاسيون ما تهضرش ليا على الانتيروغاتيف. صافي، دابا عرفنا اننا حنا تنقلبوا على الانتيروغاسيون ديريكت، يعني في الامتحان كنشوفوا بوين دانتيروغاسيون باش نعرفوها راها انتيروغاتيف، اون فراز انتروغاتيف. عرفناها ديريكت، دابا خاصنا نعرفوا لي كاتر تيب لي كاينين في الديريكت. عندنا توتال، عندنا بارسييل، عندنا ميكس، وعندنا الترناتيف. توتال سيتادير كوا؟ سيتادير لا ريبونس على لا كيسيون كتكون سو بار وي سو بار نو. نعطيكم اكزامبل، اسكو فو زيمي سيت ماتيير؟ اش تقول ليا وي او لا نو. بارسييل، بارسييل كتكون الي فيت بار ان مو انتروغاتيف. انا غنشرح لكم لي مو انتروغاتيف وشنو هما لي مو انتروغاتيف ولا بورتي وكل شيء. دابا كنعطيكم لي تيتغ الكبار ديال لاناليز، يعني من مورا ما ديتيكتي ان الجمله راها انتروغاتيف خاصك تقول واش توتال، واش بارسييل تعرفها، ولا واش ميكست. ميكست سيتادير كوا؟ جمع ما بين توتال والبارسييل، يعني فيها واحد لو مو interrogatif ou en même temps elle est totale. Par exemple, est-ce Ahmed qui est venu? Oui, Ahmed est venu. يعني راه عندنا oui وعندنا Ahmed، يعني عندنا les deux. Donc كتكون جمع ما بين الميكس، كتكون جمع ما بين total والبارسيال. وعندنا alternative، alternative كتكون fait par la conjonction ou. نعطيكم exemple، مثلا préfères-tu sortir ou rester à la maison. يعني هنايا راه انتروغا راه سي اون فراز انتروغاتيف ديريكت الترناتيف. هنا كونا اول سطر ديال الجمله ديال لاناليز ديالنا. باردون، دابا غندوزو حاجه واحده اخرى. دابا بعد ما عرفنا الانتروغاسيون ديريكت، ديريكت فيها اربعه توتال بارسييل ميكست و الترناتيف، وعرفنا نديتيكتيوهم. دابا غندوزو التوتال. توتال في الاناليز كي غنديرو اناليزيوها خصنا نعرفو التوتال الي فيت باغ كوا. سوا الي فيت باغ اسكو، اكزامبل اسكو تو مانج، او لا باغ انفيرسيون دو سوجي. ديك الانفيرسيون كو سا سوا سامبل او لا كومبلكس. بحال دابا اكزامبل مانج تو، او لا هادي انفيرسيون سامبل، او لا لو جون هوم اريفغا تيل ا سان رونديفو. هنا كومبلكس. علاش كومبلكس؟ حيتاش لو جون هوم هي ايل، يعني كيكون لو سوجي اللي هو ان غروب نومينال وكيكون حتى لو برونون.